وزير الري دكتور محمد عبد العاطي، وزير الزراعه الاستاذ السيد القصير، واللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، كانوا موجودين في زياره لمحافظه المنيا، مجمع متكامل موجود لانتاج السكر من البنجر، وعدد كبير من مزارع الطماطم وغيرها. وتفقد او تفقدوا الوزراء والمحافظ حجم الانتاج والانجازات اللي بتتم على ارض محافظه المنيا، وقاموا ايضا بجوله تفقديه لهذا المشروع الكبير. ويمكن طبعا بيستخدم الزراعه، بيستخدم الري الحديث، وايضا سواء حتى في عملية الأرض وعملية الزراعة، عملية الحصاد أو الجمع، كله بيستخدموا الإجراءات الحديثة مع استخدام المية الحديثة من بعيدا عن المية، يعني ضمن المزارع أو الزراعات المتكاملة. وكان هذا المشروع أو هذا المجمع مشروع متكامل، اللي الوزراء الاثنين النهاردة مع محافظ المنيا شافوا طبعا الشغل اللي بيتم على الأرض. وطبعا مع تعالوا نتابع هذا التقرير مع الزميل شمس الدين العرب اللي كان رافق الوزيرين ومحافظ المنيا في هذه الجولة، ثم فاصل وعود لحضراتكم. بهدف الوقوف على مستجدات الوضع التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها للحفاظ على مواردنا المائية وعدم إهدارها، وكذلك تطبيق الطرق الحديثة في الزراعة، جاءت هذه الجولة التفقدية لوزيري الزراعة والري بمحافظة المنيا وبرفقتهم المحافظ لمتابعة مشروعات تأهيل وتبطين الترع وأنظمة الري والزراعة الحديثة المطبقة في المزارع، وأعمال الحماية الخاصة بتأهيل ورفع كفاءة مخرات السيول الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه ومساحة تصل إلى 6185 كيلومترا. ده أحد المشروعات اللي هي تمت مع شركة أحد المستثمرين، شركة قناة السكر، بالتنسيق مع وزارة الزراعة من خلال هيئة التعمير. ده عبارة عن مشروع كبير، هو زي ما انت شايف كده مصنع لصناعة السكر من البنجر، يعني بطاقة كبيرة جدا، حوالي 900,000 طن. طبعا هو بدأ مراحل، لسه ان شاء الله زي ما انت شفتوا كده المصنع في مراحله النهائية، و 181,000 فدان زي ما انت شفت. طبعا مسألة عملية استصلاح الأرض بتستغرق وقت لمسألة البنية التحتية وشبكة المية والكهرباء والطرق، فاخد وقت، لكن الحمد لله زي ما حضرتك شايفين اهوت احنا في مساحة حوالي 10,000 فدانة هم مزروعين بنجر سكر، ومعدل الإنبات واستخدام التكنولوجيا الحديث سواء في الري أو في متابعة المية أو في الإشراف عليها، وعندهم خبرة موجودين زي ما شفت حضراتكم، معدل الإنبات عالي، بيتوقع زي ما بيقول أكثر من 30 طن أو 35 طن الفدان، ودي معدل إنتاجية عالية، نسبة الحلاوة ونسبة السكر فيه عالية برضو إن شاء الله وفقا للتحليلات والمبادئ الأولية. فدي دعوة كل المستثمرين وكل رجال الأعمال، الاستثمار الزراعي هو بوابة الأمن الغذائي، الاستثمار الزراعي آمن، استخدام التكنولوجيا الحديثة آلية جديدة وآلية مطلوبة وملحة في سبيل التوسع في المشروعات الزراعية. الحقيقة الجولة النهاردة في كذا هدف، أول حاجة ده مشروع كبير لأحد المستثمرين القطاع الخاص، عامل مصنع لإنتاج السكر، عامل زراعة على المياه الجوفية لزراعة البنجر، بحيث أنه بيزرع وينتج، بيستخدم نظم زراعة ذكية سواء في التسميد، في الري، في تحليل التربة، في تسوية التربة، في السيطرة على كمية المياه. وبالتالي كان مهم جدا ان احنا نيجي نشوف النموذج دوت وناكد للناس ان احنا الكلام لما بنقول الكلام بنبقى عارفين ان هو متطبق في مصر، طبعا في المزارع الكبيره، ولكن بنبتدي نبسط الحاجات ديت على مستوى الفلاح اللي هو البسيط، اللي هو عنده قطعه ارض صغيره. طبعا هنا مساحه كبيره، المساحات الصغيره بنعمل لها داون سكيلنج بحيث ان احنا نبسط النظم ديت بحيث ان هي تفيد الفلاح برده ويعظم من الانتاجيه بتاعته ويعظم من استهلاك الماء. احنا دلوقتي موجودين على ارض شركة القناة للسكر ومصنع السكر لبنجر سكر في غرب ملوي. الشركة دي او المصنع ده معمول على 181,000 فدان
المزرعة، والمصنع على 284 فدان، وهينتج حوالي 900 ألف طن سكر سنويا. زيارة السيد وزير الزراعة والسيد وزير الري النهاردة لمحافظة المنيا زيارة مهمة جدا، أولا علشان يتفقدوا المصنع معنا مع والمزرعة بتاعة المصنع، ويشوفوا وصلنا لحد فين في زراعة البنجر. الحمد لله هم لحد دلوقتي زرعوا 9000 فدان ما بين بنجر ومحصول الطماطم، ومحصول الطماطم انتوا شفتوا والناس النهارده بتحصده. في الوقت الذي تشيد فيه الدولة المصرية المشروعات القومية العملاقة في مختلف أرجاء البلاد، إلا أنها لن تغفل عن تطوير القرى والريف المصري والبنية التحتية والمرافق الأساسية طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليأتي من ضمنها مشروعات تطهير تبطين الترع وتنفيذ أعمال الحماية لمخرات السيول، وكذلك تطبيق أنظمة الزراعة والري الحديثة، الأمر الذي يساعد على توفير كميات كبيرة من المياه والتوزيع العادل لها على كل الزراعات، وتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسيول، بما يساهم في الحفاظ على مواردنا المائية وإحداث طفرة زراعية. عاصم الشندويلي لبرنامج على مسؤوليتي.